نوت 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 10 نوت 10 لايت نوت 10 برو نوت 10 بلس. اكثر تساؤلاتنا عن النوت. خليكم بالحلقه مع سؤالك الان. واقدر اقول لكم انه شبه الحجاب انكشف عن هاتف فلاجشيب من شركه سامسونج هو النوت 10. بالعاده والكثير من مستخدمين شركه سامسونج تكون لهم انتظار سنويا على هاتف ممكن يكون نهايه السنه كهاتف فلاجشيب ممكن تطرحه. الان شركه سامسونج توعدنا كل سنه انه يكون عندها تغييرات جذريه على اقوى هاتف ممكن يكون هو من العائله. هذه السنة من المتوقع أن يكون عندنا هاتفين على فئة النوت هو النوت برو أو النوت العادي، أو ممكن يكون نوت بلاس والنوت العادي. هذه الجهازين بصراحة إجن بمواصفات متغيرة، هل يا ترى المستخدمين راح يكون هذا الشيء بالنسبة لهم معتاد؟ هل يا ترى أنه راح يكون هذا الشيء بالنسبة للمستخدمين شيء مألوف أو لا؟ بالبداية واعتمادا على الصورة المسربة أن لاحظنا أنه الشاشة تحتوي على ثقب بالأعلى بسنتر الشاشة نفسها. هذا الشيء نقدر نعتبره الشامل شامل شركة سامسونج. ممكن هذا الشيء يكون بعض المستخدمين فتشي غير مرغوبة لأنه إحنا انتظرنا أن تكون كامرتين أو فتشي مختلف أو يكون انبثاق بالأعلى موجود، لكنه هذه النقطة راح تكون معها مساعد للكاميرا الأمامية. هذا الحساس اسمه TOF حسب ما قالت شركة سامسونج. راح يكون هذا الحساس هو عنده القابلية أو القدرة على أنه ينطينا أداء أفضل من الكاميرا الثانوية اللي ممكن تكون كاميرا للعزل والبورتري. فبالتالي انطتنا حساس TOF زائد الكاميرا الأمامية السنجل. وحسب السكرينات اللي لاحظناهم انه عندنا راح تكون ابعادين للشاشة، واحد 6.3 انش والثاني 6.4 انش، لكن الدقة الان غير معروفة. متوقع جدا قوي انه راح تكون هذه الشاشات هي دقة الـ 4K اللي استعملت شركة سوني بالسنوات اللي سبق. طبعا من التقنيات اللي غيرت شركة سامسونج بهذا الهاتف انه ما بي اي مصدر او اي منفذ للصوت، فبالتالي شركة سامسونج محتمل جدا قوي انه هي راح تستعمل خاصية الساوند اند ديسبلاي، الخاصية اللي استعملتها بالام 40 قبل فترة اللي طرحته للاسواق لكنه فقط بالصين ما اجانا للشرق الاوسط. استعملت بنظام الصوت تحت الشاشة نفسها، يعني بين قوسين انه الشاشة بها نظام الاهتزاز راح يكون جزء من الشاشة وليس الشاشة على الاطلاق، تنطيك هذه الاهتزاز تجربة للصوت. طبعا شركة شاومي بأحد أجهزتها قبل 3 سنوات استعملت هذه الخاصية لكنه ما كانت بالدقة المطلوبة، لأن شركة شاومي خلت المنطقة الاهتزازية الشاشة على حجمها، فبالتالي انطانا درجة صوت عالية لكنه بنفس الوقت كان الصوت غير واضح على الإطلاق، فكانت بوقتها تجربة مميزة لكنه ما كانت اكو دقة صوت. شركة سامسونج قالت انه احنا راح نخلي جزء من هذه الشاشة هو قابل للاهتزاز بدوره اللي راح ينطينا درجة نقاء افضل. ولا ننسى انه هي ضعت منطقة بأسفل الهاتف اللي هو راح يكون على أساس انه مساعد للدولبي وغيره، راح يكون مساعد صوت أو صوت محيطي، بالتالي ما نقدر نحكم على هذه الخاصية حتى نستعمل الهاتف. ومو بس هاي، شركة سامسونج لغت منفذ الجاك اللي هو 3.5 اللي من خلاله ممكن احنا نستعمل الهيدفون جاك. عندنا خاصيتين استعملت شركة سامسونج مطروحات قبل الأسواق، إزالة الجاك اللي هو إزالة شركة أبل سابقا، زاد استعمال الساوند اند ديسبلاي اللي استعملت شركة شاومي سابقا. أما بالنسبة للكاميرات اللي كل من عندنا منتظر هذا الشيء، بعصر التصوير كنا نبحث عن كاميرا ممكن تعطينا أداء أفضل. إلى الآن ماكو أي تسريبات ممكن تكون على عدد الكاميرات، ممكن يكون رباعي أو ثلاثي أو غيره، لكنه أكو خاصية وعدت بها شركة سامسونج بالسنة اللي سبقت، قالت إنه إحنا الكاميرا الخلفية راح نخلي العدسة فتحة العدسة متغيرة. هنا عندنا فتحة العدسة راح تكون متغيرة بين 1.5 + 1.8 + 2.4. واللي يسألني شنو ممكن استفاد من هذا الشيء، فتحة العدسة هي المسؤول الكبير عن إدخال كمية الإضاءة للسنسر الخاص بها. ممكن انه هي فتحة العدسة هذه نفسها اللي مستعملتها بكاميرات نيكون وكانون وغيرها اللي تنطي لنا تصوير احترافي. هذه حركة جدا جميلة على اساس انه تنطيك حركة للتصوير الاحترافي. بالسنة اللي سبقت كانت الكاميرا اللي عندنا موجودة هي بها فتحتين عدسة، لكنه الان راح تكون بين 3 فتحات عدسة، راح تغنيك عن كثير امور، راح تعالج لك درجة الاضاءة اللي هي ممكن تكون متغيرة بين الليل الى النهار او ممكن تكون تدريجيا، فراح تعطي لنا تجربة اوسع. زائد انه حساس TOF موجود مساعد للكاميرا الخلفية. واللي يسأل شنو هذا الحساس، هذا الحساس باختصار انه يقيس لك العمق بين الكاميرا او بعد الجهاز زائد المنظر الطبيعي.
أما بالنسبة للشحن وعتاد الشحن، فمن المتوقع أنه عندنا بطارية تكون 4500 ملي آمب أو ممكن تكون 5000 ملي آمب. التصريحات اللي إجتنا بالبداية تقول أنه هذا الهاتف هو يدعم 100 واط، اللي بدوره ممكن هو 17 دقيقة ممكن يشحن 100 نسبة 100%. لكنه للأسف التسريبات اللي جتنا اليوم تقول انه الهاتف هذا راح يجي بتقنية الـ45 واط، وهذه ممكن ترجعنا للخلف بالسنين. الهواتف اللي استعملناها بالسنوات اللي سبقت، ممكن شركة سامسونج ما تريد تعيد تجربة الانتكاس اللي عشناها بالنوت 7 واللي كان انفجار البطارية. ممكن تكون الميت واط هذا مصدر جدا قوي لانه يكون استيعاب للبطارية، او ممكن تكون حماوة او سخونة بالهاتف اللي يؤدي لانفجار هذا الشيء. اما بالنسبه لاعتاد الدواكر، فهنا عندنا ذاكره راح تتدرج من 250 جيجا بايت الى 1 تيرا، زاد انه الذاكره عشوائيه هنا صارت عندنا ستاندر، صارت عندنا 12 جيجا بايت. يعني عندك 12 جيجا بايت مع ممكن تاخذ ذاكره داخليه راح تكون 1 تيرا، وعندنا المعالج اللي راح يكون اكسنس 9820 او 9825. هذه المعالجين هن اكيد داعمات لل 5G، وبالاطلاق هو النوت راح يكون بكل اصداراته بكل قطعه اللي موجوده هو داعم لل 5G. عندنا معالج السناب دراجون ممكن يكون هو 855، هذا كحركه اضافيه وبس. هذا كل اللي قدرنا نحصيه، وبالنهايه نلتقيكم بالحلقه الكامله عندما يكون هذا الهاتف متوفر.